بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد والي جيار دار بيضاء، محترم السيدات والسادة أعضاء المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، السيدات والسادة أطر وموظفين جماعة دار بيضاء، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام المحترم، أيها الحضور الكريم، بإذن الله نفتتح أشغال هذه الدورة الاستثنائية التي نعقدها طبقا للمادة 37. الرحمن الرحيم. فيما يخص البدء ولا استعمال الباسواي، الكل جميع البيضاويين بقاو كيتسائلوا علاش التاخر وعلاش سميتو. كما سبق وقلت كان بعض الملاحظات اللي كانت دارت من طرف اللجنه ديال المهندسين ديال الجامعه مع الشركه اللي نجزات هذوك الاشغال، وقفوا على شي ملاحظات وتجاوبوا معاهم الشركه، لا الشركه اللي كتدبر الاشغال ولا الشركه ديال كازا ترونسبور اللي كانت حضرت هي. لهذا دابا الباسواي ان شاء الله غادي تعطى الانطلاقه ديالو في بدايه شهر مارس. التسعيره ديالو راه تحددات في 6 دراهم، ولكن منين غادي تعطى الانطلاقه ديال تي 3 و تي 4 غادي تزاد في التسعيره باش يولي تستعمل تذكره واحده اللي تقبض فيها الباسواي وتقبض فيها التراموي. وهذه مهمه بالنسبه للبيضاويين في العوض اللي غادي نزيدوا على الناس ديال الباسواي وياخذ عاوتاني تسعيره تذكره اخرى ديال التراموي، غادي تكون تسعيره تذكره موحده ديال الباسواي وديال التراموي. وما كرهناش نعمموا حتى على الحافلات، حيت الحافلات حتى هي هذاك البيضاوي بدا ياخذ الحافله وياخذ الباسواي وياخذ التراموي باش يوصل للدار. 6 دراهم راه سمعتي بانه الرئيسه راه سمعتيها في التدخل قالت لك بانه راه جامعه الدار البيضاء كتخلص على كل بيضاوي اللي كياخذ لا الحافله لا التراموي 40% كباقي استخلاصه. هي خصو يكون ب 10 دراهم كيقبطوا بسبعه ولا 6 دراهم، الباقي كتخلصوا جماعه الدار البيضاء. وكاين واحد عجز كبير، هادو راه فلوس البيضاويين، راهم فلوس حتى واحد، هادو فلوس البيضاويين خارجين من جيوبهم، خارجين من الضرائب ديالهم سميتو اللي كندبروهم. ولكن هذا راه واحد العجز كبير وكبير، ولكن فاش نرجعوا لهذا العجز، جميع النقل الحضري في جميع الدول في العالم كيكون مدعم اما من طرف الدوله ولا من طرف الجماعه. حنا راه الجماعه كدعموا مجلس جماعه الدار البيضاء، خصهم يعرفوها، خصنا نعرفوها باننا هذه راه 40% جماعة الدار البيضاء كتخلص على كل بيضاوي فيما يخص هذيك باقي استخلاصه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.